تنتهت شنو ذنب فتهنا. شنو ذنب المواطن؟ ذنب المواطن انه اختار اختيار خاطئ. نعم. زين، وهو طبعا حسب الوعود التي له، والان المواطن واعي، واعي بالاختيار، ولابد اول اصلاح سياسي يبدا من المواطن. من وجهه نظرك المواطن الحين واعي؟ ان شاء الله انه واعي على الساحه، وقبل المواطن كان يعتمد على ما يطرح بالجرايد او بالقنوات، الان المواطن اصبح يثقف نفسه، والمواطن يثقف اهله، والمراه تثقف العيال، وهذا يعني امانه البعد اللي احنا نبيه، لان المواطن الكويتي اساسا يملك رؤوس اقلام بكل امور الحياه. شنو فائده ان انا اكون متثقف من الناحيه السياسيه واخر شيء انتخب على حسب قبيلتي او طائفتي؟ للاسف للاسف انا اقول يكون اختيارك الكويت اول، وانا اقول لابنائي ولزوجتي ولابوي ولاخوي ما نتبع الوالد الله يحفظه اذا قال لنا والله اعطوا فلان نتبعه، طبعا احنا ما نخالفه بالشرع بالحاله. نعم. لان الان احنا نقول حق الابو يا يبا ان هذا فلان، لا هذا راشي، هذا قبيض، هذا امانه قبيض. خلينا نفرق بين الايداعات المليونيه. نعم وقبيض. لا لا اي نعم، في فرق. تطرقت في كلمه قبيض، الدائره الخامسه فيها قبيض؟ اكيد الاولى فيها قبيض، الثالثه فيها قبيض، والثانيه فيها قبيض، والرابعه فيها قبيض، والخامسه. شو اللي قبض؟ طبعا احنا شو نقول، ديره صغيره، والكل الكل يدري الان، يمكن بداوا يضيقون عليهم الخناق، ولكن مش بالمستوى المطلوب. بس هذه تهمة يا أستاذ باسم، ليه الحين النيابة ما أدلت برأيها؟ طبعا نحن نقول تهمة ونقول تهمة على تهمة وتهمة على تهمة، مثل إداعة المليونية تهمة، تهمة توصل لمستوى المحاكم للقضاء تهمة. إن بس المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا كلام مو صحيح. إذا برا تم بريء من قبل القضاء وإحنا نثق بقضائنا، ولكن ما أعتقد الشعب راضي براءتهم، لأن الشعب حاس بما حصل. لأن كلمة لما نقول لك قبض أو هذا معناته عمل الرجل هذا اللي أنت أمنته على التشريعات، على ولدك وعلى تشريعاتك، عملك انتكاسة بالمشاريع وبالقوانين اللي مفروض تنصب خدمة ولدك ولك، ولكن هذا عمل انتكاسة، عملك انتكاسة، أنت أمنته عليك بغض النظر شنو مسك من أموال، ولكن المشاريع اللي يفترض التنموية لك عمل فيها انتكاسة، وقفها. أستاذ باسم إبراهيم، كان لك تصريح أو عتب على وزير التربية الأستاذ أحمد المليفي. بسم الله الرحمن الرحيم، أقول أخي الفاضل وزير التربية أحمد المليفي صرح، وأنا بس أتمنى ما تقاطعوني بالنقطة هذه أو لحد ما إن شاء الله إذا ما عليكم أمر، أنا بس لحد ما أخلص المسألة. صرح تصريح قريب وعجيب، نهاية التصريح خل أبدي من نهايته، قال أنا تارك الأسئلة ومواضيع الأسئلة إلى الفنيين والتربويين. ما دامك تاركهم إلى الفنيين أو التربويين على حسب ما تقول، وإحنا أنت سياسي، يفترض أنك ما تطلع بإحدى القنوات وتصرح أنه وأنت سياسي، مفروض أي واحد منهم أو من يمثلك من القيادة التربوية ويعلن. شيء العجيب القريب ان اللي ردوا عليك الشباب بتويتر او كذلك اللي ردوا عليك بالواتساب، قلت عنهم ان هذول من البدون، وبعد في كلمه ان من البعثيين. انا بعرف شلون تقول عن عيالنا بعثيين، او تقول عنهم ان هم من البدون. 91% نسبه السقوط، هل يمكن هالنسبه تكون كلها بدون؟ او بقول شغله يا استاذنا الفاضل احمد المليفي، هذا انت كنت بالحكومه السابقه وكذلك بالحكومه الحاليه، ليش ما طبقت هذا القرار من الحكومه السابقه؟ بنتك تخرجت العام، ليش ما طبقت على بنتك عشان تشوف المراره اللي حست فيها او حسوا فيها ابنائنا؟ ما نبي نتطرق الى الامور الشخصيه، نبي نوجه الكلام لوزير التربيه. عندك دليل على بنته؟ صحيح، ويابت 71 والعام تخرجت، وهذا ما هو في دليل عندك ام كلام بس نقول؟ لا نعم نعم، عبر الشاشه. لا 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 صحيح، وهذا ما في، اروح تعالوا سووا لها حفله. من البعثيين الكويتيين؟ والله للاسف انه يقول اللي يردون عليه بتويتر هم، اللي يردون عليه بتويتر هم من البدون، بعض البعثيين
ها وان يسمونه كونه انه رفض تجنيس البدون فهم اللي يكتبون ضده. بس هذا كلام للاسف ان بناتنا اللي يكتبون كلام تويتر ما نقدر ناخذه كدليل، احنا نبي شيء تصريح يكون فعلي باللسان يكون. صحيح باللسان، اعطوا المجال للصحفيين واعطوا المجال للشباب يطلعون وراح تشوف ماذا يقولون. ليش ما نختصر كلمتك ونقول معالي الوزير احمد المليفي انت اسقطت جميع بناتنا وابنائنا في عمليه الترم الاول. كلام جميل، بس خلني اكمل هالنقطه اللي بالبال بعد. تفضل. انا اقول قال كلمه عجيبه وقريبه، يقول خلي اهاليكم الاب الاب يجاب الولده من اول شيء. كلام جميل، ولكن الاب يجاب الولده والامور الحياه السياسيه الصعبه هاليومين، ولا التفكير بامور الدوله، ولا بالمدرس الخاص اللي يدفع من جيبه، قبل لا تحط لنا هالاسئله العجيبه القريبه اللي لحد الان بالكيمياء سؤال لقيته، وبالفيزياء سؤال لقيته، وبالاحياء سؤال لقيته، وكذلك بالدين حديث لقيته، ما هم موجودين بالمنهج. انا اقول انت اضع لنا مدرسين مثل ما كانوا بالسابق من سوريين وفلسطينيين كانوا حريصين علينا. الان المدرس حريص انه بعد الحصه يدزك على مدرس ثاني للدروس الخصوصيه. انت الان هي اول شيء شنو مستفيد المليفي من العمليه هذه كلها؟ صحيح، او انا مستغرب منه شنو مستفيد، لان الحياه التربويه يبي لها تربوي. هو شنو يقول؟ يقول انا كنت ساقط بعض المواد ومن ثم نجحت، انا كنت ساقط مجلس الامه ومن ثم نجحت. ليش ما تكمل بعد كذلك كلمتك وتقول انا نجحت مجلس الامه ومن بعدها سقطت؟ للاسف تخلي نسبه السقوط اللي سقطت سنتين بالثانويه العامه بتشيلها على عيالنا؟ لا، انت صحيح. انا اقول لك مثلا روح المباركيه الان كمثل، الشوارع مسكره وهذا كلام جميل، احنا ودنا المباركيه ما فيها سيارات، بس بالمقابل هيئ لي المصافط اول قبل لا تسكر الشوارع. فانا اقول لك قبل لا تشبه النظام هذا تصريح احمد المليفي استاذي. نعم. تصريح احمد المليفي كان موفق ام غير موفق؟ ابعد عن الواقع، ترقيع. وين دور مسؤولين وزاره التربيه؟ مسؤولين وزاره التربيه شنو دورهم؟ هذا كلام من الكفاءات يعني. نعم، احدى هذه القيادات هي معلمه رياضه اطفال يعني. اقول لك انا الله يحفظ الاخت منى لغاني، وانت بعد قلت منى اللغاني ايش فيها؟ منى اللقاني لها تصريح تقول القرار بيد الوزير. صوب الثاني الملفي قرار يقول القرار بيد منى، هذه شغله. الشغله الثانيه انه للاسف مفروض القيادي او التربوي يطلع يفند الامور زين على اساس ان الناس تفهم منه، ولما يقول انا مطمئن لهذه النتيجه فهذه كارثه كبيره. منى اللغاني ما توعدت الطلبه في العام القادم اللي هو عامنا هذا؟ نعم، بعد الخروج في المظاهرات اللي سووها عندهم بالوزاره. صحيح صحيح. وليش ما انتقدت منى؟ ايش معنى انتقدت احمد المليفي ومنى؟ لان احنا نقول اذا انتقدت منى ها فمنى راح تقول المسؤول الوزير. وليش تنتقد لك يسمونه التربويين؟ لا، التربويين شو يقولون؟ يبغى المسؤول الوزير. اذا الحين المشكله صارت من داخل الوزاره؟ صحيح، هناك ايادي خفيه بالوزاره تعمل وبالباب هذا لهدف ما. نتمنى من الحكومه القادمه غربله وزاره التربيه واختار. انا اقول واطالب سمو جابر المبارك، احنا متوقعين مجلس اللي قادم يكون مجلس خير وتقارب ما بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه، ولكن الان محك اختبار لك باختيارك الرجل الاصلح. لا تختار الا رجل الخدمات، عفوا الرجل الاختصاص ذو الكفاءه. نعم، وكفاءه، لان هذه الحكومه لما تكون على درايه ويكون عندك مستشارين، اتمنى تكون له مستشارين خاصين على درايه وخطط استراتيجيه يقودونه لبر الامان، وان شاء الله كذلك. الحكومه السابقه استاذ باسم ادت دورها المطلوب منها؟ الحكومه السابقه عملت انتكاسه وشرخ عجيب وقريب، لانها حكومه فساد، حكومه مخصصه. كيف
تطلب من حكومة مخصصة أن تؤدي دورها. الحكومة السابقة وضعت خطة تنمية من أفضل خطط التنمية، وافق عليها المجلس مع رضا وحكومة ككل، بس ما أعطوهم فرصة سنة كاملة. أكثر من هذا شلون فرصة؟ أنا ماني عارف. سنة كاملة، ولكن كانت خطط التنمية أكبر من مستوى الوزراء والحكومة. لذلك احنا نقول لما يكون الوزير مش هو يقرر، الوزير يطبق. وين دور مجلس الأمة؟ دور المجلس الأمة أصبح رقابي أكثر مما هو تشريعي ومل، لأن المعارضة شلون رقابي؟ وضح لي كلمة رقابي. صار كل رقابي ونسى التشريع. رقابي يصدق ميزانية الدولة في 10 دقائق؟ هذا مجلس؟ لا طبعا، هذا خطأ كبير، وكان البداية مصدقها على أساس حسن نية بداية، ومن ثم خطأ كبير. شو تقول حق المجلسين السابقين؟ أقول اتقوا الله في عيالنا وبنفسكم، ضيعتوا الديرة، وأتمنى أن تضعون الكويت أمام عيونكم. تعزيم ما هو صحيح وميلان للحكومة ما هو صحيح. أنتم تعينون الحكومة والحكومة تعينكم، وعدم تداخل السلطتين، لأن عندنا الدستور أعطاك 3 سلطات. نبي نعرف بعد أستاذ باسم، أهم أولوياتك في الانتخابات، قضيتك الأساسية اللي راح تتبناها، راح تهم الدائرة الخامسة بالأخص. هناك أكثر من طرح لي، وأنا أقول يعني خلنا نبدي من أدناهم اللي هي الصحة. هل يعقل دائرة كبيرة فيها محافظتين؟ ما هي محافظة، الأحمدي ومبارك، فيها مستشفى واحدة. وين دور النواب 10 السابقين بالخامسة؟ للأسف اتجهوا رقابي ونسوا الأمور التشريعية. يا أخي إذا اتجهنا للمستشفى وشفت الطابور على قربة الملاحظة أو غيره، هل الحكومة تتمتع تشوف المواطن الكويتي ينزل؟ ليش الكل يتكلم عن الطابور مع أن الأداء زين؟ أنا أشوفه أنا بعرف شلون تحكم الأداء زين، وأنا أتمنى للمسؤولين أن ما يكون مكاتبهم يمرون لو الساعة 11 و12 و1 الليل. الحين الطابور مو دليل على ان كفاءة الدكتور قاعد ياخذ وقته مع المريض بحيث تشخيصه؟ لا لا، الدكتور يفترض ان اللي يدش ياخذ حاصله بالاخذ العطا بالاسلوب الطيب، ومن ثم التشخيص. هو داخل البرة بالالاف، يعني شو اللي يمنع لما يكون عندك غرفة؟ اتفق معاك ان الحكومة ما ادت شيء لمستشفى العدان، زي النواب 10 شنو ادوا للمستشفى؟ واحنا شو نقول؟ لنا مشكلتهم من غير ذكر الاسامي ان اتجهوا. ليش خايف عليهم انت ما تبي تذكر اسامي؟ خايف عليهم ما تذكر اساميهم؟ للاسف ما خايف عليهم. يعني اتمنى ان يصححون خطاهم. اتجهوا للامور الرقابيه دون التشريعيه. انا اقول للتربيه للصحه عفوا، لابد عندكم خطين. خط الاولي ان القرار يكون قرار استراتيجي، ما يتأثر بالأمور السياسية، لا بتأثر بحل وزارة أو وزير أو حكومة أو مجلس. يكون القرار التنموي أو الصحي ماشي، ما يتأثر. كل ما طاح وزير وقوة التنمية، كل ما طاح تغير المجلس وقوة التنمية. لا، لابد هناك خارطة طريق توضع استراتيجية بعيدة المدى، ما تتأثر بالأمور السياسية. نعم أستاذ باسم، بحكم أنك أنت من سكان منطقة القرين، كم مستوصف فيها وكم نسمة فيها هذه المنطقة؟ هذه أكبر منطقة أعتقد في الكويت، وبروحها تمثل محافظة. المنطقة نعم، كانت يسمونها القرين، والآن منها القصور والعدان بارك الكبير، وكذلك يسمونها القرين نفسها، القرين بارك الكبير. نعم، فيها مستوصفين، وأمانة يعني كم نسمة فيها؟ لا تقريبا بروح ما أقول كم نسمة، بس الناخبين عددهم 46,000 بس بالمنطقة هذه، يعني 46,000 على مستوصفين. على مستوصفين هذا اللي لهم حق التصويت، يعني غير أولادهم. لا، مع الأولاد يتعدون 150,000 إلى 140,000 بعد مع الوافدين، مع هذه طامة كبرى. لذلك إحنا للأسف، أنا عندي اقتراح لهم. شنو هو اقتراحك؟ أقول معالي وزير الصحة
أو الحكومة، وإن شاء الله تكون حكومة رشيدة، إذا ما تقدرون تديرون هذا الصرح الصحي فهناك حل بأن تأتوا بعمل ومستشفيات حكومة.